لو الحكاية فيها إن فيجو. بعد كده نروح لبرج الميزان. الميزان النهاردة عندهم القمر المكتمل في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد الميزان ان هم يراجعوا كلامهم مع شركاء الحياة، او يراجعوا الكلام اللي هيقولوه لشركاء حياتهم قبل ما يقولوه، وعشان يتجنبوا اي تعقيدات او مشاكل، مش بس مع شركاء الحياة لكن كمان مع شركاء العمل.